يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هناك من طلبة العلم المعاصرين من شرح كتاب التوحيد وفسر ما ورد في الحديث عقد لحيته، قال إنها مصحفة وأنها الصحيح عقد لحيه أي لحاء النخل، فهل هذا التفسير صحيح؟ شاب النخل، وشاب النخل لهذا الشيء، عقد لحاء النخل ما يجوز، ما يجوز يحط حبال ويحط، نعم هذا كلام ما أدري منين جابه. نعم عقد لحيته، ما قال عقد لحاء النخل. نعم.